هذا المثال العجيب سبحان الله العظيم. يعني رجل يقول أعرابي هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. الصحابة يعني اشتعل خبر رجل يقول هذا لرسول الله. فقال هل رضيت يا أعرابي؟ قال لا يا محمد ما رضيت. الصحابة بدأوا يتنمروا. تخيل انت مجلس فيه عمر وفي سعد بن أبي وقاص وفي علي بن أبي طالب. فأخذه الرسول إلى داخل البيت خلاص اسمع الكلام وأعطاه من ماله هو. هل رضيت يا عربي؟ قال جزاك الله خيرا يا محمد خلاص أنا قد رضيت. قالوا قد رضيت. قال هذا بيني وبينك أتستطيع أن تخرج لتعلن رضاك عني أمام أصحابي؟ بالله عليه هو يرضى ولا لا يرضى؟ راضي إذا كان رب العباد قد رضي ورضيه للعالمين خاتما وبشيرا ونذيرا. لكن الرسول عايز يشيل الايه الاحن اللي في ايه في قلوب الصحابة. مش دخل الرجل الفقير وعليه اسماء البالية والصحابة منصتين لخطبة النبي صلى الله عليه وسلم. لحد مشغول بكاميرا ولا حد مشغول بال لا منصتين سبحان الله. فقال عليه الصلاة والسلام الرجل لما دخل متأخر جلس. فلذكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قم فصلي ركعتين. العلة قال عشان أبو بكر وعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام اللي هم إيه أغنياء الصحابة يرونه فيتعطفون عليه بعد الصلاة. هو عايز يعرضوا عرض حسن يعرضوا إيه عرض حسن سبحان الله العظيم. كان سيدنا علي تلميذه يقول للفقير إيه لي حاجة يا أمير؟ قال اكتبها على الرماد تعالى جنب كده واكتب. فيكتب على الرماد والصحابة من أدبهم مش فضوليين كتب لك ايه عمل لك ايه. طب بالله عليك اركب مواصلة عامة ولا اجلس في محطة ولا في اي مكان وافتح ال حبيبي ليس من الاسلام والله ليس من الاسلام. دي قلة ادب. ده ما حدش رباه سبحان الله والله ما حد رباه ابدا لا حول ولا قوة الا بالله. الله يرحم الجميع. كان اتحاد الطلبة بتوع جامعة من الجامعات مرة راحوا للشيخ الشعراوي وانا قاعد جنبه قالوا يا شيخ يا مولانا قل للشيخ عمر يخف علينا شوية قاسي علينا شوية في التربية ويقول لنا الحرام ومكروه ومش مستحب وكده. قالوا في حل. قالوا ايه الحل؟ قالوا ادخلوا بطون امهاتكم مرة تانية وتتولدوا بولادة من جديد وبعدين يستلمكم من الاول يفهمكم الصح من الغلط. اما انتم مش مستعدين هو انت مش عايز تسمع هو مش هو عايز يسمع الايه الجنه 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 ما. يا راجل يا ده واحد مسؤول مره دخل الاستوديو بيعملوا مونتاج كان في سنه 90 92 كنت بعمل احاديث الدار الاخره في التلفزيون وبعدين الراجل المسؤول ايه ده قال والله ده شو انا عارف بس ايه الحوار ده عن ايه؟ قال ده بيتكلم عن الدار الاخره. قال الدار الاخره ايه؟ قال يعني اسمع الوزير احنا كلنا رايحين ايه ده يعني فيها ايه يعني؟ قال يعني بيتكلم عن الجنه وعن النار. قال لا 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 اتصلوا بالشيخ عمرو قول الحوار يكون عن الجنه مش عايزين يأس الناس. لقيت الراجل اتصل بيا واحد محرج قال يا مولانا نعم قال والله بس لينا طلب كده عندك خير ممكن الحوار ينتهي عند الجنة بس وبلاش النار. تقول الله النسخة اللي عندنا واللي حافظها من صغري فيها إذا كانت الدولة عملت تنقيح لكتاب الله وشالت الآيات بتاعت النار أنا أعرف أن فيه 157 مرة مذكورة النار والجنة 157 مرة. إحنا ذكرنا 157 بتوع الجنة ونذكر عايزين نشيل الموضوع كله سبحان الله العظيم. فالناس متخيلة أشياء غريبة يقول لك يا أخي بيشدوا علينا يا عم الله يرضى عنك يسروا ولا تعسروا. يعني ايه يسروا ولا تعسروا؟ يعني لما الاقي ولد او حرمه اقول لك شيء زوجتك قبل الحجاب كانت ايه؟ املك انها تتحج خلاص. الاخوات ربنا يبارك فيهم اكثر تاثيرا مننا مع بعض يقول لها يا فلانه انت فاتنه اتغطي الله يرضى عليك. هي ايه؟ دي تداعب ايه؟ تداعب شيء عندها. ولا صحيح انا باين عليها ملك الجمال هو الوحيد اللي مش شايف لمين؟ ابو محمد. ما ابو محمد مش شايف المهم يعني وبيغض بصره يا ابني غض بصرك بره مش جوه المهم يعني سبحان الله لا اله الا الله. فبيغض المهم يقنعوها قعدت مع الاخوات في المقرأة هوب انتقبت حفظت القران شويه احكام
تنظر لزوجها بقى قل لي كده احكام الغنة لو ما بياخد لازم تسمم عظمه قدام العيال. لا والله للاسف ابوك لا علمك ولا امك سبحان الله. طب قول لي احكام الادغام. ادغام ايه؟ انا بدغم ادغام الاسف ما في ادغام. الرجل يعني يفضل يصغر لغايه لا اله الا انت سبحان. طب ليه؟ هل هذا تعليم؟ هو ده تعليم؟ يعني سبحان الله عايز اتعلميه تقول له تخيل النهارده خدنا حكم غريب جدا ما كنتش اعرفه. حروف القلقله عباره عن قطب جدا في الكام حرف دول سبحان الله هم فيهم خلاص علمت مع وادت معلومه غير مباشره. لكن لا، التعليم التلقيني لا يصلح. التعليم التلقيني يفشل. ولذلك نحن علمنا كلنا تعليم تلقيني في المدارس، فالعيال اول ما تخلص امتحانات يكرهوا الدراسه ويكرهوا الكتب. ليه؟ علم تلقيني، انا احببه في العلم، خليه يحب العلم. فانا اريد ان اقول ان عظمه الاستاذ في قضية الذوقيات سبحان الله العظيم. يعني ليه؟ يعني ولا تحسسوا ولا تجسسوا. الفرق بين التحسس والتجسس. قال التحسس يكون في الخير. يا بني اذهبوا فايه؟ فتحسسوا من يوسف وايه؟ واخيه ولا تيأسوا من روح الله. يعني تحسسوا؟ ابحثوا عنه في المسالك الارض ربما ده التحسس. التجسس هو ان تطلع على عورات قوم دون ان ايه؟ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم للأعراب الذي كان ينظر إليه وهو يمشط شعره لو أعلم أنك تنظر إليه لحذفت عينك بهذه المدرة. يعني بالمشط ده انت يعني ضربتك به سبحان الله. لأن الإنسان يا أخي كل واحد له يعني سبحان الله. ولذلك من الأدب سبحان الله. كان أدب الخليل لما يقعد يأكل مع حد لا يتكلم، ولكن أدب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما نقعد على الاكل على الطعام ايه؟ نتكلم. تكلموا ايه؟ تحدثوا لو ايه؟ ولو بثمن الطعام. لان انت لو جبت ضيف ها؟ وخدت سنه سيدنا ابراهيم او طريقه سيدنا ابراهيم في الطعام ولم تاخذ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ها؟ لن تسمع على المائده الا ايه؟ قرقعه السلاح، صح؟ قرقعه السلاح ملعقه الطب، تعرف انه اكل كم ملعقه واكل سبحان الله؟ لا، يا سبحان الله العظيم. الرجل ايه؟ رجل يعني أقول وبخيل. فدعا صديق له مضطرا، فعايز يضيع على الصديق انه ايه؟ يشاركه في الاكل، وعارف ان صديقه ده يحب الدردشه زي حالتنا كده يتكلم كتير يعني. قال له قول يا فلان دايما تحضر للدروس للعلماء؟ قال له انا طبعا الحمد لله مفيش عالم الا ما احضر له في بغداد. قال طب ما تحكي لي قصه سيدنا يوسف. قال له يا سلام، ده انا عليم بيها. وبدأ من أول الرؤية حلو لغاية ما سيدنا يوسف سجد أبويه على العرش، كان الأطباق خلصت من إيه؟ كان الرجل أكل الأكل، ففطن الضيف لما حدث. قال ابن الذين ضحك علي، أنا على كل إن شاء الله هردها له بإذن الله، ومن حفر لأخيه طبقا أكل منه. المهم يعني سبحان الله. فقالوا أنت الجمعة الجاية عندي إن شاء الله. قالوا خلاص اتفق معنا. فعمل أنه ناصح وفاهم نصح يعني من النصح والنصح من الذكاء يعني، مش نصح يا اخواننا في الشام. المهم يعني المهم هتكني عرض اللغه. فالمهم راح عنده ضيف هو نفسه البخيل ده فبس ذكي. قال له قول لي يا فلان. قال انا حكيت لك قصه سيدنا يوسف الاسبوع اللي فات على طريقتي واللي فهمته، ربما انت عندك طريقه ثانيه عرضها. قال له كان ولد صغير ضاع وابوه لقيه. سبحان الله على مين يا ابا سبحان الله. فانت لما تحب تتلف وتدور على واحد ما يكونش ذكي، يكونش اذكى منك، لا اله الا الله. انت تريد ان تقنع زوجتك بامر ما، يا اخي قدم لنفسك، اعمل مقدمات سبحان الله، اعمل مقدمات، لا اله الا الله ولا قوه الا بالله. الذوقيات العاليه والله ليست الا في الاسلام. فانا ارى والله اعلم. ألقِ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. يعني تأدبوا بأدب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تواضع، خلق، هكذا يكون مسلكنا حضاري. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، جزاكم الله خيرا، نلقاكم الجمعة بعد الخطبة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.